السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. هنقول لاولادنا النهارده من اين ياتي الوقود، ما هو الوقود ومن اين نحصل عليه. ذلك السائل العجيب، الوقود يحرك السيارات والطائرات والسفن والماكينات عن طريق حرقه داخل المحركات، فينتج عنه عن ذلك طاقة كبيرة تتحول إلى طاقة حرقية. كما يستخدم الوقود في محطات توليد الطاقة الكهربائية، وهو مذيب قوي للدهون والشحوم. تمام؟ يبقى الوقود هو اللي بيحرك الطيارات والسيارات والسفن والماكينات عن طريق حرقه داخل المحركات، فبينتج طاقة حرقية. يستخدم الوقود في محطات توليد الكهرباء. ويأتي الوقود من البترول الذي نستخرجه من باطن الأرض أو من أسفل قاع البحر والمحيطات، وتساعدنا الأقمار الصناعية وأجهزة ومعدات الكشف الحديثة على معرفة أماكن وجود البترول بدقة كبيرة. ويتم استخراج البترول عن طريق حفر الآبار ووضع أنابيب ومضخات عملاقة بها لسحبه، ثم ينتقل في براميل أو عبر خطوط الأنابيب إلى مواني التصدير أو مصانع التكرير التي يحدث بها العجب. تمام؟ في مصانع التكرير دي بقى بتوجد أفران عملاقة كبيرة، يسخن فيها البترول الخام لدرجة حرارة عالية تصل إلى 300 درجة مئوية، حيث تتبخر الجزيئات الكبيرة أولا وتتكثف، ثم الصغيرة، وتبعا لدرجة الغليان يتم فصل الغازات أولا ثم السوائل التي منها الوقود، وأخيرا تترسب المكونات الثقيلة وينتج البرميل الواحد من البترول نصف حجمه تقريبا وقود. البرميل الواحد من البترول نصف حجمه تقريبا وقود. تمام؟ اللي هو بيحرك العربيات والطيارات والمكنات وكل الحاجات دي. وكمان دلوقتي شركات السيارات بتتنافس في إنتاج سيارات أقل استهلاكا للوقود عشان توفير الطاقة والتقليل من تلوث البيئة، لأن حرق الوقود ده داخل المحركات بينتج عنه الكثير من الغازات السامة والعوادم الضارة التي تضر بالبيئة وتؤثر على صحة الإنسان وخاصة جهازه التنفسي. تمام؟ ما لا تعرفه عن الوقود؟ الوقود سائل سريع الاشتعال وله رائحة نفاذة. اتنين، يعد نقل البترول عبر الأنابيب الأسرع والأكثر أمانا. تمام؟ يعد نقل البترول عبر الأنابيب الأسرع والأكثر أمانا. يستخدم وقود السيارات في إنتاج المطاط الصناعي والنايلون والأدوية. للوقود درجات متفاوتة من النقاء والجودة. تمام كده، احنا عرفنا أولادنا من أين يأتي الوقود اللي هو بيحرك العربيات والطيارات والماكينات، وبنستخدمه في توليد الطاقة، بيعمل طاقة عشان نولد الكهرباء. تمام؟ نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.